المعايير المعتمدة لإحداث المستشفيات والمراكز الصحية للنواب المحترمين العربي السالمي محمد بن عطية، محمد البوكيلي، عبد السلام البياري، محمد الزموري، عبد الله حساني، وأحمد مساوي من الفريق الدستوري الديمقراطي، فليتفضل أحد النواب المحترمين لطرح السؤال. السادة الوزراء، السادة النواب والسيدات النائبات، السيد الوزير، كما تعلمون تلعب المستشفيات والمراكز الصحية دورا كبيرا في تقديم الخدمات الطبية وعلاجية لفائدة المواطنين الذين يترددون على زيارة هذه المؤسسات، إلا أن المحور الاجتماعي لهذه المؤسسات السيد الوزير لا زال لم يشمل بعض المناطق، إن لم نقل مدن بعينها، بالرغم من توفرها على كثافة سكانية، بالإضافة إلى جميع المؤهلات لإحداث بها مستشفيات أو ما يسمى بمستشفى المنطقة أو مراكز صحية. وفي هذا الصدد السيد الوزير نسائلكم عن المعايير المعتمدة من طرف الوزارة لإنجاز المستشفيات والمراكز الصحية. شكرا سيد النائب المحترم، الكلمة للسيد الوزير المحترم للجواب فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة النواب، السيدات النائبات المحترمات، أود في البداية أن أقدم الشكر للسادة النواب الذين طرحوا هذا السؤال، فهو سؤال مهم. الهدف من توزيع العرض على أديم الخريطة الوطنية وهو تقريب العلاج من المواطنين، أي تقريب الجيوغرافي، ونعتمد على أولا المخطط الخماسي، وثانيا هناك مخطط توسيع الخريطة الصحية على بلادنا بيكس، ومنهجته منهجية تشاورية تبدأ من العمالة والإقليم وترسل إلى المصالح المركزية. وهناك ما أولا معايير تقطيع الجماعي، هناك معايير جغرافية، هناك معايير وبائية، هناك معايير صحية، أي وجود أو عدم وجود مؤسسات، وهناك معايير تأطيرية. وانطلقت شبكة الصحة من مؤسسة صحية لكل جماعة إلى مؤسسة جماعية، وبالتالي هناك هذه الشبكة تختلف طبعا من منطقة إلى منطقة، ولكن يبقى فيها البعد الجغرافي مهم جدا، حيث يجب أن لا يكون هناك أماكن ولو نائية غير مغطاة. وطبعا كما قيل فهناك خلل كبير في هذه العملية، حيث أن هناك مناطق وليست مدن لا توجد فيها مؤسسة صحية، وهناك مؤسسات صحية لا تشتغل، وبالتالي فقد بدأنا الآن في التفكير فيما يسمى بالخريطة الصحية، وهو طبعا قانون سيمكننا من دمج هذه المعطيات تباعا وأخذ بعين الاعتبار حتى التجهيز البيوطبي، ونتمنى طبعا أن نتمكن من سنها في أقرب الوقت، لأن يعني العملية الآن الموجودة غير مؤطرة بقانون، وبالتالي فهذه العملية بدأت وستبدأ طبعا مع تفعيل التغطية الصحية الأساسية حتى نتمكن من تغطية جميع المناطق في ظروف حسنة. شكرا لكم على انتباهكم. شكرا سيد الوزير المحترم، كلمة السيد النائب المحترم للتعقيب فليتفضل. شكرا مشكورة. السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على التوضيحات ديالو. السيد الوزير، ما حدا بي إلى طرح السؤال هو ما وقع في سلا، وسلا الجديدة سابقا كانت عمل السيد الوزير، وبصفتكم السيد الوزير كنتم مسؤولا على مدينة سلا، كنت عامل على عمل سلا، فالذي وقع السيد الوزير في عمل سلا وقع تقسيم أن سلا المدينة وسلا الجديدة، فسلا الجديدة تمت مجهودات منذ 99 2001 على إحداث مستشفى جهوي كبير، وتم حل المشكل ديال الأرض، وتم الترخيص لهذا المستشفى، وتمت يعني الموافقة من الوزارة، وخصت له الاعتماد كانت مرصودة، وكان أداء السيد وزير الصحة سامي الخياري، وقام مجهود جبار، وكان كيحضر معنا في العمل في عدة اجتماعات، كان تيستدعي السيد العامل،
وتمت الموافقه والتراخيص ويعني الدراسه تمت، جاوا خداو كاع دراسه التربه وتم اعطاء المشروع، الا واحد السنه بعد ذلك تم الغاء هذا المشروع اللي هو مهم. يعني هذا المشروع حنا كنتسائلوا كيف على الكيفيه ديال الالغاء ديالو، وسلا هي يعني المدينه الثانيه في المغرب بعد الدار البيضاء من حيث عدد السكان. السيد الوزير، فكاين مستشفى مولاي عبد الله كما تعلمون، هذاك لا يكفي حتى مقاطعه صابريك اللي فيها 300 الف نسمه السكان. السيد الوزير بالنسبه يعني لسلا فهي يعني تحتضر من هذا القطاع، كاين خصاص كبير، ولهذا السيد الوزير تنطلبوا نشوفوا هذاك الدوسي ديال هذاك الملف، لان تم يعني حل المشكل ديال الارض ديال العقار، يعني التصميم ديال المستشفى تم الترخيص، تمت الموافقه من جميع المصالح. يعني لماذا اقبر هذا الملف؟ وشكرا السيد الوزير. شكرا سيدنا المحترم. كلمه السيد الوزير المحترم فليتفضل مشكورا. يعطيني السيد النائب العقار غدا نبني له المستشفى غدا. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم على هذا الاقتراح.